ما هو انت اللي دماغك ناشفه وما بتسمعش الكلام. سابت ايه وبوليس ايه؟ وتعرض نفسك يا ابني لمخاطر ليه؟ عشان مين وليه ده كله؟ يا حبيبي يا حبيبي، انا قلت لك خش كليه الحقوق وروح افتح مكتب باباك واستفيد من اسمه وشهرته. يا شريف انت شاطر وذكي، ولو اشتغلت بالمحاماه هتبقى مشهور جدا ومحامي كبير، وتحقق اللي كان نفسي فيه انا وباباك الله يرحمه. واعمل فيك ايه دلوقتي؟ اعمل فيك ايه في اللي انت عامله فيا ده؟ دماغك ناشفه وما بتسمعش غير كلام دماغك وبس، واخرتها ايه؟ كنت هتروح مني بشربه ميه. يا ماما انا كويس قدامك زي القرد اهو، في ايه بقى؟ بطلي قلق. ابطل القلق ده ايه؟ ده انا من كتر قلقي عليك حاسه اني هموت ناقص عمر. صباح الخير. اهلا اهلا، صباح النور. ازيك يا ساره؟ والدتي نجوان هنا، ساره زميلتي، ايه الملازم ساره زميلتي. مساء الخير يا فندم، تشرفنا. ميرسي قوي على الورد. ربنا يطمنك على شريف. انت ملازم؟ يعني ظابطه زي شريف؟ دي ظابطه قوي كمان يا ماما. انت عارفه ان ساره دي هي اللي انقذتني من الموت؟ يعني لولاها كان زمان المجرم ده خلص عليا خلاص. يا شريف بليز اوعى تقول الكلام ده يا حبيبي، حرام عليك، انا قلبي بيتقطع. سلامتك يا هنا. ميرسي يا حبيبتي، وميرسي قوي على كل حاجه عملتيها عشان شريف. بس في سؤال صغير نفسي اساله لك. اتفضلي. يعني انت بنت رقيقه، ايه اللي يخليكي تشتغلي ظابطه وبوليس وحاجات كده وتعرضي نفسك للمخاطر يا بنتي؟ جرى ايه يا ماما؟ اللي هتعمليه معايا هتطلعيه على ساره ولا ايه؟ سيبي الهنا براحتها يا شريف. ايوه يا حبيبي سيبنا براحتنا، وبعدين احنا اتنين بنات قاعدين مع بعض بنتكلم، داخل ما بيننا ليه؟ قولي لي بقى يا روحي، انت يا حبيبه قلبي بنوته اهو رقيقه، ايه اللي خليكي تشتغلي ظابطه في البوليس ده؟ والله يا هنم دي كانت رغبة والدي وهو كمان في البوليس، فأنا تحمست للفكرة واللي حصل بقى. يعني سمعتي كلام باباكي؟ سمع يا شريف؟ سمعت كلام باباه؟ أصل بابا شريف الله يرحمه عز الدين البهي أشهر محامي فيك يا مصر، أكيد طبعا سمعتي عنه، كان الله يرحمه نفسه شريف يطلع محامي زيه. يعني ما هو شريف برضه ما بعدش، يعني كلنا في خدمة القانون يا هانم برضه. لا 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 لا، خدمة قانون ايه؟ انت هتجيبي البوليس والبهدلة اللي انتوا فيها دي زي المحاماة والشاكتة؟ وبعدين قولي لي يا حبيبتي، هو انت باباكي قلتي ان هو في البوليس مش كده؟ يعني دلوقتي هو زمان مدير امن، يعني اكيد لواء طبعا. طيب يا روحي بليز قولي له ينقلك في حتة عدلة يا بنتي، يوديكي المطار، يوديكي شرطة السياحة، يوديكي حتى الجوازات. بليز يا سارة عشان خاطري قولي لي وينقل شريف معاكي، انا خلاص يا حبيبتي تعبت قوي. وتعمل ايه يا شريف احسن؟ الحمد لله. طيب سيبك انا دلوقتي يا شريف وابقى اجي لك في وقت تاني. فرصه سعيده جدا يا هنا. انا اسعد يا حبيبتي، واكيد اكيد لازم هنتقابل تاني ان شاء الله. بقول لك ايه، ممكن تسلميني على سياده اللواء والدك؟ اكيد ان شاء الله اسلم لحضرتك عليه. طيب بعد اذنكم. اتفضلي يا روحي. بنت رقيقه يا شريف، بس يا خساره شغلانتها ظابطه في البوليس خلت ذوقها في لبس وحش قوي. ايه اللبس المتواضع اللي البنت لابسه ده؟ شفت شعرها عامله ازاي ولا الميك اب؟ لا 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 لا، دي متبهدله خالص. خساره ولاد العائلات والناس الكبار في المرمطه والبهدله اللي انتوا فيها دي. يا عيني يا الظابط لما تبهدلوا الايام يا حبيبتي. بتضحك؟ احسن تستاهل اللي يجرالك. اضحك اضحك اضحك. قولي بقى يا حبيبي، هو بابا سارة اسمه اللواء ايه؟ تعرف؟ اكيد اكيد كان من معارف بابا الله يرحمه. والله يا ماما مش عارف. هو انت بتعرف حاجة ابدا؟ عموما ولا يهمك، انا اكيد هشوفها مرة تانية وهقدر اعرف منها كويس قوي. تعرف انا بتهيألي كمان مامتها ممكن اكون اعرفها، ممكن تطلع سيدة من سيدات المجتمع. ما انا بقابل سيدات مجتمع كتير قوي في الروتري او الريلز. ممكن. اهلا اهلا نوران هانم، والله وليكي وحشه كبيره.
عاوز ايه يا شكري؟ طب مش تقعدي الاول وتشربي حاجه وبعدين تشوفي عايز ايه؟ انا فاهمك كويس قوي، بلاش لف ودوران وهات من الاخر. عاوز ايه يا شكري؟ وحشتيني، وحشتني ايامنا الحلوه ولياليكي. اسمع بقى، لو هتفضل تتكلم باسلوبك القذر الواطي المستفز ده انا هسيبك. لا لا لا، تعالي تعالي، اهدي اهدي، اقعدي بس. على ايه؟ اقعدي اقعدي. اخبارك ايه؟ طب اخبار عامر بيه؟ ابوكي ده راجل عظيم وصاحب فضل كبير عليا. كويس ان انت فاكر ان ابويا صاحب فضل عليك. هو بعد اللي عمله فيا اقدر انسى؟ اللهم طولك يا روح. هات من الاخر وقول عايز ايه يا شكري. حقي. مش فاهم؟ لا انت فاهمه كويس قوي، لان كل اللي حصل حصل على ايدك وبسببك. ابوكي المحترم لما اتامر عليا وخرب بيتي في البورصه وضيع اللي ورايا واللي قدامي وخلاني مديون للبنوك وكان هيسجنني واضطرني اهرب من مصر، كل ده كان بسببك. لو انت صادق ده بسبب عمايلك السودا. وبعدين انت لو ليك حق فعلا عند ابويا روح له واجهه طالبه بيه، لكن تبعد عني انا وبنتي خالص. سامع؟ ابعد عنك ده ايه؟ ده انت اصل الحكايه. ما هو لولا افتراكي والكلام اللي قلتيه لابوكي عليا ما كانش كل ده حصل. انا برضه اللي افتريت عليك. انت ايه يا اخي؟ ما بتحسش؟ نسيت اللي عملته فيا انا وسهى؟ اهدي بس اهدي يا نور، بلاش احتفى، احنا في مكان عام. ودلوقتي انت ست متجوزه. الا صحيح، اخبار طارق بيه ايه؟ عامل معاكي ايه؟ جيبش سيره طارق ولا اسمه على لسانك، ده انت سامع ولا لا؟ انا نسيت. هو طارق ده حاجه كبيره قوي عندك، الحب القديم اللي صحي بعد ما خلصتوا مني كلكم. ربنا ما يحرمك منه ابدا. الظاهر ان انا فعلا كنت غلطانه لما نزلت قابلت واحد زيك. بالعكس، انت عملتي عيني العقل، والا كان ممكن ما تشوفيش بنتك تاني ابدا. اسمعي يا نور، انت لسه غاليه عندي وليكي معزه كبيره في قلبي، وعشان كده انا هديلك مهله يومين ثلاثه تتفاهمي مع ابوكي المحترم انه يرجع لي كل حقوقي بفوائد السنين اللي فاتت، والا همرر عليكي حياتك انت وابوكي وسيطارق بتاعك فوق البيعه. اما بالنسبه لسهى فمش هخليكي تشوفيها تاني ابدا. ما هو انت يا حلوه بعد ما اتجوزتي البنت بقت من حقي، القانون بيقول كده، وحتى من غير قانون انا اب يا ناس، اب وعاطفي وحنين وعايز بنتي تتربى في حضني. اقنعي ابوكي يا نور يرجع لي كل حقوقي، لانه لو ما رجعهاش هيبقى عليا وعلى اعدائي والبادي اظلم. انا كده خلصت كلامي، يلا قومي امشي.